لماذا هذا التطبيق تحديداً؟ ألا تشكل أيضاً باقي التطبيقات إذن خطورة على الأمن القومي والسلم المجتمعي، تقوم هي الأخرى بدورها أيضاً يعني بنشر الفوضى؟ بالتحديد أنا في لقاء سابق مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تحدثني شخصياً بأن وجود أكثر من 6000 قناة وموقع داخل هذا التطبيق هي بها مشاكل وتهدد الأمن القومي، ومخاطبات من الحكومة العراقية مع الإدارة لهذا التطبيق لإغلاق هذه المواقع رفضت. بما أنه وجود هذا التطبيق لا يخضع لرقابة حكومية ولا يمكن السيطرة عليه، إذن يجب أن تكون هناك آلية جديدة في التعامل مع هذا التطبيق وحماية الأمن القومي للعراق، لأنه هذا ينتج مشاكل كبيرة، وعندنا يعني قنوات كبيرة كانت سبب في يعني إزهاق حياة مواطنين أبرياء بسبب التحريض عليهم والتنكيل وتصدير مشاكل كبيرة والتحريض على حرق أماكن معينة. إذن خطوة الحكومة بهذا الاتجاه مبدئيا حجب التطبيق يجب أن ترافقها إجراءات قادمة يمكن من خلالها السيطرة على محتوى هذا التطبيق، لأنه مشكلة التليجرام حتى بمستوى باقي الدول العالم يعني مو ما يمكن السيطرة عليها بسهولة، ما مثل تطبيق الفيسبوك، ما ممكن في تطبيق تويتر، هي هاي اللي تسمح لهؤلاء الأشخاص الذهاب إلى تطبيق التليجرام وإنشاء هذه المافيات أو القنوات والبوتات داخل هذا التطبيق، لأنه ما يخضع لرقابة الجهات المختصة في كثير من دول العالم، ولهذا لهم حرية في استخدامه. لكن بالنتيجة وزارة الاتصالات قادرة على إدارة هذا الملف والخروج يعني توصيات ممكن من شأنها احتواء هذه المشكلة والسيطرة عليها، لأنه بقاء مثل هؤلاء الأشخاص وهذه المافيات، وقد تكون هناك تقف وراءها أجندات خارجية اللي ممكن من شأنها، لأن احنا نعرف استخدام هذه القنوات واستخدام هذا التحرير وكثير، لأنه هذا يصنع رأي عام، مثلا قد يكون ضد جهة سياسية أو قد يكون ضد حكومة أو غيرها أو سفارة، فبالتالي هو واضح هذه تصدر على أنها مشاكل ومن خلالها ممكن أن تصنع أزمة سياسية.